داري السلام عليكم. عفوا سي تعطلت عليكم، كان عندي ما كان عندي والو. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم اللي هو القرايه. اليوم غادي نهضروا على القرايه. هادشي اللي كيسبب لينا لوكسيداسيون ديال لير مع الفينومين ديال نورولوجيك مو شفتك جاي معطل زعما المدرسه ديال باكا ولا والله الا كنت عارف كاع الساعه دخلني الله الا شفت ايدا شفت راجل عزيز عليا والله شفتك تايق براسك سير درك عليا زعما تكون لعبت اصلا شي طبع امتحان هي الاولى اصلا ماشي انت اللي غادي تجيب امتحان اللي غادي يجيب امتحان هو امتيازات خاصة ديالو بوحدو. مثلا انا يمكن لي يدير لي ما في القسم ديالو. دابا هاد لوكسيداسيون هادي اللي كتكون كتسبب لينا بزاف ديال لي كوز اللي هما خطيرين بزاف ولكن شبيتي طاحوا عينيك مرض كدير. تبعوا معايا الدرس. هاد الكوز هادو كيسببوا لنا بزاف ديال الاخطار اللي هما خطيرين تري دانجورو بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. اللي عنده شي سؤال يعلي يدو. انا استاذ عندي سؤال. انت استاذ واش سير الدرس خرج عليا ناقص 75 نقطة كوني نقص يا استاذ ميا حسن والكسول ما كيكون حافظ والو كيبغي يكحل على الاخرين حيت هو اصلا ما خاسر والو كحله. دابا وليداتي بعد ما سالينا الدرس ديالنا ما عرفتش واش بغيتو نديرو امتحان غدا ولا تا نهار السبت. نهار السبت خليته لاخر العام. لا استاذ نديرو امتحان دابا كيما بغيتو على حسب الرغبه ديالكم غادي ندير لكم امتحان غدا باش ما تقلقوش علينا. وما المهم بعدا حنا حافظين احسن لقطه في القسم هي فاش كيفرق علينا استاذ الوراق. ما كاينه واحد جوج صفر حتى ثلاثه ما كاينش. دابا وليداتي جبت لكم الوراق ديالكم شوهتونا مع شي نقاط ما كاينينش اصلا في الوجود. نتوما اكفاس قسم بداو اولا كريم الارابي جوج هاك ورقتك يا وليدي. واو نقطه في المستوى ديال المدرسه. شكون داو ثاني جلال العمراني 025. راك خليتي لي الورقه خاويه يا وليدي هذيك 25 راهي من عندي ما صار ما كيبغيش يدخل صفر انا كنت دخلت عليك. المهم بعدا جبت شي نقطه اخرى جبناها بعدا شي نقطه. حسام البوغازي فين هو هذا حسام هذا انت هاك 3.5 معمر لي الورقه كامله ولكن معمره لي بالاغلاط تقريبا ما كتبعش معايا. واو انا النيفو هارب عليكم كاملين بكم خصكم تبداو تحترموني. دابا قالت لي واحد الورقه هنا ديال امجاد البوهاري. تبارك الله عليك يا وليدي انت كتشرف بالمؤسسه ديالنا. ديت واحد النقطه خياليه اللي هي 19.97 نقطه في المستوى. هكا وليدي الورقه ديالك. مايمكنش اليوم بابا غادي يصفي عليا. شي نقاط ماشي تالت ما راه الاقسام الاخرين كانوا كيوصلوا حتى ل 20 ونص. واحد التلميذ نابغه كنت تقرا عندي وصلت ل 21 في هذا الامتحان. هذا نفس الامتحان نتوما ما عرفتش بينكم كل الخير كلا داير. وضروري تقرا مع واحد النوع ديال العباده في قسم اللي ما عرفتش واخا شحال تجيب كريدي ديتها مع الفجر تلقاه هو واقف لحد القاعه كيتسنى الاستاذ يجي. هذاك هو اللي ما يتعطلش. واخيرا ولاول مره انا اول واحد جيت للمدرسه. دابا بغيت نعاود لكم على
واحد الحاجه واعره كتوقع في القسم واعره هي فاش كتسرق لك شي حاجه مثلا المحفظه طارت هكاك سيب عندنا هنا دائما اللي كيدير لكم بحال هكذا كيكون هو العباد ديال القسم ولكن كتبقى احسن لعبه كيلعبوها التلاميذ خصوصا الكسل اللي هما القسم كامل هي الدراري قد جوج دقائق ويدق الجرس اللي خرج الاول ياكل الدق صافي سير على الله ولكن الاستاذ غادي ينقص لينا النقط وفاش كيدق الجرس كيخرجوا جميع البنات القسم كيقولوا له كيبان له واحد المظهر خيالي يلا خرجوا انت اش كدير شنو كتكتب اشات كنكتب هادشي بلي بالصبوره شنو الصبوره خاويه اش كتكتب زعما انت نوض خرج عليا نوض خاص دابا نجم وانت اش كدير شتي داك السيرو كيطيح لك والله اشات حنا كنجمعوا الادوات و صحابكم انا مكلخ كنرضع سمعي ناقش جوج نقط ليكم نتوما كاملين يلا الدراري يلا الدراري يلا الدراري هضرنا بزاف على التلاميذ خلينا باش نهضروا شويه على الاساتذه دابا وليداتي غادي نشرح لكم الدرس اللي غادي نصيفطوا لكم هاد الليله باش ندوزوا فيه امتحان غدا وجدوا راسكم راه ما بقاش الوقت حنا كنتداركوا مع الوقت كنتسابقوا معاه راه ما ايوا وليداتي بعد ما سالينا ربعه الامتحانات في هاد جوج سيمانات هادي راه حطمنا واحد الرقم قياسي مقارنه مع الاقسام الاخرين دابا تقدروا تجيو ما تجيوش الغياب ما كاينش بلا ما تخافوا وليداتي جيتو غادي دابا تجمعوا الدفاتر ديالكم حيت عندكم امتحانات الحصه عرفت صدمتوا ولكن راه امتحان راه ساهل غير ثقافه عامه ما. ماشي ضروري اصلا تكون مراجع حافظ ولا خصك تكون كتحضر معنا للدروس دابا وليداتي حنا بقينا ضيع حصه ماشي بحال الاساتذه الاخرين كنضيعوا الحصص دابا باقي لنا جوج سيمانات خصنا نديرو فيها ربعات الامتحانات جوج سيمانات خصنا نديرو فيهم ربعات الامتحانات يعني هاد ربعات الحصات اللي باقي لنا كاملين بلا ما يقولو امتحان عولوا عليها هاد الحصه هادي هي الامتحان الاول الروطار كي داير نديرو امتحانات يكونوا بحال دابا انا ما ديش لا انا نفس الدروس باش زعما نحط لكم النقط ما نحط لكمش نقط عاودني منكم راجعوا الدروس ديالكم ولكن كاينين شي اساتذه بلا شغل خدمتهم وانت ما تنقلش الا كانت خدمتهم وانت ما تنقلش يعني راه ما تنقل ايكواسيون ايكليبري يلا وليداتي بداو امتحان على بركه الله عندكم نص ساعه امتحان سهل بغيت نقليك نتوما عارفين اليوم عندكم امتحان وما كاينش نقيل الامتحان ما فيهش نقيل موجد لكم انا كل واحد فيكم عنده فرض ديالو بوحدو نتوما 35 ياك انا موجد لكم 35 فرض يلا نقلوا مع راساتكم ولكن كتبقى اركفاس نهار عند التلاميذ هو فاش كتشدو النتائج وكيكون احسن نهار عند التلاميذ العباده ديال القسم اليوم واحد العبلة زايده ندوزو دابا للناس اللي كيكونوا عارفين راسهم ساقطين وماشي يشدوا النتيجه زعما باش يتشوهوا مع العائله والدار السلام عليكم جيت ندي النتيجه ديالي سميتي حميد بوغفران الرقم ديالي 75 القسم ديالي الثالثه 102 انت باباك دا النتيجه ديالك وكاين واحد النوع اخر فاش كيدي 18 ما كيكون ما متيقش راسو
وخاص كلشي يعرفها. شوها شوها سلام دي 18. وقلنا لك السلام يا صاحبي. راني دي 18 يا صاحبي 18. دابا غادي نودعكم. المهم ما تنساوش تدخلوا عندنا في الفيسبوك انستغرام تيليجرام حيت كنلوح فيه شي حاجات ناضيين. غتلقاو الرابط ديالهم كامل معايا في الديسكريبسيون. بلاتي 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 باقي ما درتي لايك دير لايك دير لايك عمران عمران مني دير لايك. المهم ما تنساوش ديروا لنا لايك وابوني وبارطاجيو. كان هنا السلام عليكم.